السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب السادس إعدادي. من المواضيع المهمة وأكثر الطلاب يعانون من عدها سؤال الفوكابولاري. سؤال الفوكابولاري اللي ينطينا الكلمات اللي موجودة ببوكس ويطلب من عدة نستخدمها بالجمل. هذا السؤال راح يكون عدة question 3A، سؤال الثالث A. شقد راح تكون عليه؟ 10 درجات. من كل يونت راح يجيب لنا كلمة، أحياناً من اليونت الوحدة يجيب لنا كلمتين، يعني 2 إلى 4 درجات. فالطالب الحريص على الدرجة الكاملة لازم يكون حريص على معرفة كل الكلمات ومعانيها اللي موجودة ضمن المنهج. أنا وياكم إن شاء الله راح نضبط كل القطع اللي ممكن يجينا من عدها سؤال الإسقاطات مع معانيها مع اشتقاقاتها بالتفصيل، وبحيل الله تضمن وياي الدرجة الكاملة. هذا الموضوع اليوم موجود عندنا يونت 2 يونت 3 لسن 2 الوحدة الثانية العفو الوحدة الثالثة الدرس الثاني راح يكون بيج 27 صفحة 27 بكتاب student book. عنوان الموضوع if you come round tomorrow I'll help you، إذا أجيت باكر ممكن راح أساعدك. ننتبه إنه عنوان هذا اللسن موجود عندنا الإف كلوز. إذن الإف بالبداية الفعل اللي موجود بعدها present simple مضارع بسيط. الجزء الثاني من الجملة عندنا I'll اللي هي اختصار الول. إذن هذه يا حالة هذه حالة الفيرست اللي يتكلم بيها عن impossible situation. هاي مراجعة سريعة لموضوع الاف كلوزز. زين عندنا هنا موضوع او عنوان الكونفرزيشن يقول ان رامز is having an interview with a careers advisor at school. رامز عنده مقابلة مع المسؤول اللي ينصحهم بالمدرسة عن الوظيفة اللي يريد يشتغلها، ممكن يكون المعاون او المرشد التربوي. Complete the conversation with the correct words from the box. كمل المحاورة بالشكل الصحيح من هذه الكلمات الموجودة. أولاً أعطينا كلمة career اللي معناها وظيفة أو مهنة اللي هي مرادف كلمة job. عندنا كلمة conserving معناها يستخرج أو يوفر. Environment معناها بيئة. Involve معناها يتضمن. عندنا كلمة qualifications معناها مؤهلات. كلمة science هذه تعرفونها علوم، وكلمة university هذه تعرفوها اللي معناها جامعة. نبدأ الconversation. عندنا الadvisor يسأل رامز يقول له what would you like to do when you finish studying؟ ماذا سوف تعمل بعد ما تخلص دراستك؟ رامز قال له I'm not sure yet، بعدني ما مقرر وبعدني ما متأكد من شيء نهائيا. But I'm very interested in، مهتم بمن؟ مهتم بالإيكولوجي. إيكولوجي اللي هو علم الاقتصاد. أكيد أغلبكم تسوقون خاصة الشباب، فتشوف عندك أكو خيار بالسيارة يقول لك نظام الإيكو. الإيكو يعني اقتصادي مشتقة من كلمة إيكولوجي. فإذن يقول I'm very interested in ecology and the science، مهتم بالاقتصاد والعلوم. الأدفايزر قال له if you are good at، if you good at science and geography there are lots of jobs to choose from، سوف يكون لديك الكثير من الوظائف اللي راح تختار من عندها. فإذن if you are good at science، إذا كنت جيد في درس العلوم and geography والجغرافيا there are lots of jobs to choose from. رامز I love them both، اثنين هم الدرسين يهتم بهم ويحبهم. They are my favorite subjects، هم دروسي المفضلة. الأدفايزر قال له well how about a career، ماذا عن وظيفة in water technology في تقنية المياه. That's really important in this country، هذا الوظيفة مهمة حقا في هذا البلد.
رامز قال له what exactly does water technology involve؟ شنو تضمن بالضبط هذه الـ water technology؟ الادفايزر قال له if you work in water technology، إذا راح تشتغل بمجال تقنية المياه، you look for ways، راح تبحث عن طرق of conserving water and purifying it. كلمة purifying معناها ينقي، يعني شنو ينقي؟ يعني يجعلها نقية صالحة للاستخدام. رامز جاوب yes I'd like to work in the water industry. Water conservation، استخراج وتنقية المياه، are really important in this country. What kind of فراغ do I need؟ هنا راح نستخدم كلمة qualifications. شنو نوع المؤهلات اللي أحتاجها؟ الأدفايزر قال له first of all بالبداية you need to get a degree you could choose from environmental science. ممكن تختار من environmental science اللي هي علوم البيئة أو geology علم طبقات الأرض or even engineering وحتى الهندسة. سأل رامز which university offers those courses، يا جامعة تقدم هذه الكورسات؟ الادفايزر جاوب I have to check، راح أتأكد. If you come back next week I'll have the answer. إذا هذا التمرين طلاب لازم نعرف المعاني مثل ما قلنا، وبحيل الله تجيكم من عنده نقطة بالوزاري. If you have any question please write to me and goodbye and good luck.